بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في مادة اللغة الألمانية للمرحلة الرابعة، تلقى من قبل الدكتورة رجاء عبد الرزاق. مادتنا لهذا اليوم هي الأفعال الانفصالية، واللي هي باللغة الألمانية دي تغن بارن فيرن. كنا نعرف أن هناك نوعين فيرهامن زفاي أرتن فون فيربن، عندنا نوعان من الأفعال دي ترين بارن وند أن ترين بارن فيربن. درسنا لهذا اليوم هي الأفعال الانفصالية اللي دي ترين بارن فيربن. ماذا نقصد بالأفعال الانفصالية؟ الأفعال الانفصالية هي الأفعال اللي تبدأ بمقطع معين، وهذا المقطع يفصل عن الفعل عند وضع الفعل في جملة، علما أن هذا المقطع والذي يسمى بريفكس يغير من معنى الفعل ولكن لا يغير من تصريفه. ما هي المقاطع اللي يبتدئ بها الفعل واللي نسميها بريفكس؟ المقاطع هي أوف، أن، أين، أوس، أب، مت، ناخ، لوز، هن، هير، فور، باي، فور باي، سوغك، فيست، فغاي، هوخ، ويك، und etc. und so weiter. Es gibt noch andere Präfixen, aber wir haben heute nur diese Präfixen. Beispiele. لو أخذنا الفعل هو machen اللي بمعنى في اللغة الألمانية يعمل، عندما ندخل عليه البريفكس اللي هو نقول أوف، أوف ماخن، يتغير معنى الفعل فيصبح يفتح. بايشبيل، مثال إش ماخن دي تي أوف، أفتح الباب. إش ماخن دي تي أوف. سو ماخن يغلق. إش ماخن داس فنستر سو، أغلق الشباك. إش ما خد أسفنسة تسو. نأخذ مثال ثاني، روفن اللي هو بمعنى ينادي، عندما ندخل عليه البريفكس أن تصبح أن روفن. بايشبيل الروفت زين فرويند أن، يعني يتصل هاتفيا بأخو. الآخر شالتن بمعنى يغير من التكييف، كانوا يسألوا بارد أو حار أو كلمة يوصل. أين شالتن تأتي بمعنى يشعل، الشالت داس ليشت أين. وإذا دخلنا عليه البريفكس أوس تصبح يطفئ، مثل أوس شالتن، إر شالت داس ليشت أوس. فعل آخر مثال نيمن، نيمن يأخذ، عندما ندخل عليه بريفكس أب نيمن تصبح إشنيمة، تصبح بمعنى يقل وزنه. إشنيمة فين في كيلو أب، يعني قل من وزنه 5 كيلو. عكس أب نيمن هي تسو نيمن، بمعنى يزداد وزنه. إشنيمة سواي كيلو أين كيلو تسو. نلاحظ بهذه الأفعال كلها إنه الفعل تصرف بالشكل الطبيعي مثل قبل، سواء كان ريجل مسج أودر أن ريجل ميسيجي فيربن، ولكن المعنى تغير. فعل آخر نأخذه مثلا اللي هو الفعل دينكن بمعنى يفكر، ولكن عندما نقول ناخ دينكن تأتي بمعنى يفكر بعمق أو يجول في خاطره بعمق. زي دينك ناخ. لاسن يدع. لوس لاسن، لوس لاسن. عفوا هنا اس ناقصة. لوس لاسن تجي بمعنى يخلي سبيله، كان يطلع من السجن. إش لاسا أوس. أندرز فيرب فايزن يشير، بينما هن فايزن ينوه أو يعطي ملاحظة. إيش فايزة هن. اشتيلن يضع، هير اشتيلن تجي بمعنى يصنع، وهكذا بقية الأفعال. برينجن لوحده بمعنى يجلب،
ولكن عندما ندخل عليه بريفكس باي برينجين تصبح يعلم، كومن يأتي. داز بريفكس سورك إذا دخلنا عليه سورك بمعنى يرجع، تصبح السورك كومن يرجع. باي شبيل مثال ديرت سوك كومت أم نوين أور سورك. Das Verb stellen, stellen, يأتي بمعنى يضع، aber ولكن عندما ندخل عليه الprefix fest يصبح يتأكد. Stellen Sie das fest. Hoch بمعنى عالي. Hoch achten تأتي بمعنى يحترم. Ich achte meine Lehrerin hoch. في مثال آخر gehen يذهب. وإذا أدخلنا على prefix weg أصبحت weggehen بمعنى يغادر أو يزيح شيء. Zum Beispiel على سبيل المثال nehmen Sie Ihre Sache bitte weg. وأخيرا فعل آخر مثلا زيهن يرى. بريفكس فيرن عندما ندخل عليه يصبح فيرن زيهن يشاهد التلفاز. لاحظ هذا الفعل هو من الأفعال الغير قياسية، يعني يتصرف الفعل في حالة دريتا بيرزون سينجولر إلى إير أزي زيت إيش زيها فيرن دو زيست فيرن إير أزي زيت فيرن. فإذا إحنا صرفنا الفعل مثل قبل ولا وندفع البريفكس بالنهاية فأصبحت إير زيت أبنز فير. الخلاصة إن هاي كل الأفعال هي أفعال متكونة من مقطعين لوحدها تعطي معنى، ولكن عندما ندخل البريفكس عليها اللي هي ذكرناها في عندما بدأنا بالمحاضرة يتغير معنى الفعل، ولكن تصريفه هو يكون مثل السابق. هذا هو درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفاديتوا منه بشكل ملحوظ. دانكشن بسبارك.